10 years of conflict has taken its toll on the people of Syria. Abu Walid and his wife have spent the best part of a decade displaced from their home, knowing they will never be able to return and fearing their situation will never change. ما نسمع ليل نهار طوب طوب ليل نهار والله ليل ما غمضنا ضرب صواريخ كل الليل لين يجيني مغمى علي وطبني تركنا أغراضنا نصها وشلنا أغراض وجينا عم قلك الشوفير قبل تروحون أنا بسيارتي أذان الشيخ ضلينا شم أذان الشيخ للصبح شيرنا وجينا جينا بالضرب ورانا طلعنا من الضيعة وهي ضربت الطيارة بدورنا طردنا من بلادنا وجينا بركنا بالجامعة بياش اسمه تمينا 3 شهور بالجامعة طردونا من الجامعة قال في مخيم روحوا عليه شينا وجينا كان معانا أجار سيارة هلق ما تم معانا أجار سيارات يعني البدي يرجع على ضيعته وإذا طار الجوع ما في مصاري نرجع ما نتم هون غصب عنا وين ما نروح هلق صرنا سنة طال على الأبد لا في رجعة ولا في شيء كلياتها والبنات والكل كل شخص بديري ما لنا هيك يعني سوا قاعدين فرقنا كلنا عن بعضنا شقفة هاتف ما معانا ما بنعرف لا معانا نشتري ولا بنعرف فيه أنا واحد من الناس هلا اغتم بجيبي 20 ليرة متى ما خلصني شطبنا على الفرنك ما حقرب تتخبز بموت من الجوع مثلي ومثل الحجة مثل غيري ما بضل نشتغل ولا ما بضل نطلع داقت الدنيا فينا نطالب نعمة ما في ثمرة كان عندي أغراض بيت بعتها شبه لقلي ومخرجة خرجتها فوق قبل المعينة إيه بدي أهزم غصب عني إيش بدي أسوي يعني بدي أعيش إذا بعتين أحسن ما أقعد بلا أكل الواحد فلان الآن بدي آكل والله بعد كل شيء بعد فريش بعد مخدات بعد جهاز بعد كل شيء بعد كل شيء اللي يحب يشعر في إيش ما جرى عليه ينقهر وهلق بدبر الله الحمد لله بس نضل طيبين أنا والعجوز عندي 4 غرف رحني ما تم غرف هلا كلها على الأرض ضي وخالي لك عشت قتل أشهر 10 سنين يعني الموت أهون من هالعيشة اللي عشناها بهالحرب رمضان أكثر شيء أكلنا كان بدنا على لحم ما في يوم إلا عشان لحم هلق إن سني دقل اللحم مرة أشهر مرة ما تسويه يعني نحن هلق مقبلين على شهر رمضان إذا ما أتمنى من الدول الكريمة تطلع علينا آخر يوم تبعتنا ناكل شهر رمضان أعرف رمضان بيطلب لدي ما تجي نفسه على كل آخر يوم بنتأمل من الله يرزق الله إن شاء الله الله بيرزقنا عن قريب إن شاء الله هلق الله يرجعنا على بيتي. By supporting Human Appeal's Syrian Housing Project, you can provide a displaced Syrian family like Abu and Walid with a secure home, access to clean water, electricity, and healthcare. Be the change a Syrian family needs this Ramadan. Donate to our Syrian Housing Project and help build a brighter future for displaced Syrian families. Change starts here.